Okay, prep two. This is unit five, lesson three and four. So let's start. Volunteer. قولوا معايا. Volunteer. 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 خدناها كام مرة؟ 3200 ولا 3300؟ احنا خدنا volunteer دي كتير سنة قوي. 555,000 مرة. Donate يعني يتبرع. I donate with my money to the charity. يعني برعت بالفلوس للجمعية الخيرية. Donate يتبرع. بوردنج سكول، مدارس boarding داخلية. school ايه المدارس الداخلية دي؟ في ناس بيودي ولادهم مدرسة بتبقى عبارة كده ايه ده؟ عن، هي دي كانت من ضمن الكلمات؟ احنا لسه بنبدأ اهي، احنا لسه بناخدها يا اصلا محمد. ايه يعني من الكلمات؟ دي كلمات جديدة. طب هي صفحة رقم كام؟ دي page 25 250. 250 25 250. انا بفهم من الانجليزي على فكرة. انا قلت 250. اوكي. بوردنج سكول يعني ايه مدرسة داخلية؟ يعني الولاد بيخشوا بيبقى ليهم مبنى ما بيناموا. بنشوفهمش غير يوم الجمعة والخميس. يوم الجمعة ايوه والخميس بالظبط كده، بيبقى في مبنى في سراير عنابر كده بيخشوا يناموا جوه، قاعدين وفي في السجن. مكان وفي اماكن ياكلوا فيها ويشربوا فيها، وفي اماكن عشان يدرسوا فيها. فدي اسمها مدرسه داخليه. بيروحوا بقى لاهلهم امتى؟ في شبه الويك. السجن. ايوه شبه السجن شويه. ويروحوا بقى لاهلهم في الويك اند اونلي، في ايه الجمعه والسبت بس. اوكي. دي كلوب اوحش حاجة اصلا. ايه؟ دي اوحش حاجة في المدرسة الداخلية، ما مع طبعا انها اسمها مدرسة، المفروض مدرسة عادية. لا، هي بصراحه البوردنج سكول دي انا ما شايفة انها صعبة قوي يعني، وبيبقوا كمان الناس اللي جوه ناس شديدة جدا جدا جدا. ممكن تخش تلاقي واحد مسك مطوة في الحصة. لا مش للدرجة دي. مش للدرجة دي. طيب فكروا معايا بقى، عكس كرول ايه؟ كرول يعني قاسي، عكسها ايه؟ لين ايوه يعني ايه بقى؟ طيب عفوف. ها. beautiful لا بيوتيفل، حلو جميل. beautifully beautiful. محمود انا سامعني يا اخترعت محمود؟ كلمة انا ما سمعتش صوتك النهارده، سامعني محمود. محمود؟ ايوه مش طيب سامع تمام كده. تمام عكس كرول ما حدش هياخد ال 50 بوينتس يعني. استني استني لا بس مش فاين كويس يا حي. ممكن. ها ماشي، هو انت بتجيبهم وراك كلمة ايه؟ حاجة ممكن ايه؟ ثانية عايز كلمة ايه كيوت لسه اللي بتقولوها عكسها؟ كده عكس كلمة نايس مثلا، يا ميس نايس عكس كرول ممكن نايس، بس مش هي برضو. كرول لا نايس بصوا ايه قلتي؟ ايه قلتي؟ في حد قال حاجة كيوت نايس جود سب يعني ايه؟ طيب او عطوف خدناها. ثانية. لا ثانية فريندلي لازم لسه. افتكرها. فريندلي. ها فريندلي والله ممكن فريندلي برضو. مين قال فريندلي؟ طب كايندنس ايوه كايند. كايندنس دي العطف الأدب. ذات نفسه. ايوه بالظبط. يا سلام بقينا بنشرح انجلش دلوقتي، والله انا فرحانه بيكم والله. خلاص يبقى عكس كرول كايند. ممكن تجينا دلوقتي في السينونيمز والانتيبس. طيب سيرفنت هما لو حد بيساعد مثلا servant ماما في البيت، الخادم او الخادمه. بيهيف. مش هناخد 50 بوينت. لا هتاخدي طبعا. في حد قال فريندلي؟ مين؟ حبيبة قالت عينيس برضه. خلاص كل واحد فيكم. وبرده محمد قال نايس. نايس تمشي برضه، بس هي اكتر واحده صح. كل واحد فيكم ياخد 50 بوينت، بس اكتر واحده صح هي كايند. طيب بيهيف. بيهيف بيهيف قول ورايا بس. بيهيف اما اقول لك بليز بيهيف بيهيف ويل، يعني اتصرف بيهيف وات بطريقه. بيهيف ويل يعني اتصرف بطريقه كويسه. ام ودايما بقى في كلمة بنقولها behave yourself، يعني احترم نفسك. كلمة behave yourself يعني احترم نفسك، يعني عشان لو عايزين تشتموا بيقولوا behave yourself. الكلمات دي خدتها في الحصة عندي، في حصة ايه؟ حاسة اني خدتها في المدرسة الكلمات دي. ما هو اكيد، ما انت بتقول انت مخلص. لا حبيبي انا مش سامعاكي، لو بتتكلمي انا مش سامعاكي. لا مش سامعاكي يا حبيبي. انت بتقول في المدرسة وصلت فين يا محمود؟ يا محمد وصلنا أظن وصلنا لحد ال unit 6.
دخلته في يونت 6 يعني. اه تمام ان شاء الله في الاسبوع اول الجاي، كلماتي. الاسبوع الجاي ان شاء الله على يوم الاثنين كده هنخش في يونت 6 باذن. احنا ان شاء الله على اخر الشهر ده باذن الله نخلص المنهج ان شاء الله. ماشي اخر 11 ثواني بس عشان الاذان. ماشي. او عندنا كمان الأدين. طيب خلاص عرفنا ان ايه behave يعني يتصرف او يسلك او يبقى طريقته مع الناس behave well، مثلا اتعامل بشكل كويس. beggar Okay. beggar Bigger. حبيبة Bigger. لو بتتكلمي انا مش سامعاكي، انا حابة اسمعك. Bigger. تمام Miss. ما beggar احنا يعني سامعين اهو دلوقتي يا ميس. تمام ميس beggar خلاها يعني تطلع وتخش تاني. ما هي دلوقتي ايوه صفحة. تمام بيجر تطلع. يعني ايه؟ متسول يعني حد بيشحت، ماشي نقول عليه بيجر. كوميونيتي Community. disabled، Disabled. the people who are disabled that they can't see, they can't hear, they can't walk. حد ما يقدرش يمشي، ما يقدرش يسمع، بيبقى عنده خلل او عجز في حاجة معينة بنقول عليه disabled. كاتبين عليها adjective عشان هي صفة، لما يقول this man is disabled يعني هو ايه، بوصفه ان هو disabled عنده عجز معين. owner or أونر I'm the owner of the shop مثلا، صاحب المحل the owner of the house صاحب البيت owner المالك. طيب محمد اقرا كده اول كولوم. أول واحدة بس كلمات يعني اول عمود كده كولوم. volunteer 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 donut donate دونيت دونات دي ولا دونيت ولا ايه لا دونات دي هنروح ناكلها مع دمي بعض في مارينا يا محمد. يا ريت ميت ماشي بوردينج سكول ايوه سي كر سو كرول ايه كرول سو كرول سير فينت سيرفنت سيرفنت. سيرفنت اوكي ثانك يو يا محمد، خد بي فيه بوينتس. ماشي لا خلاص عشان صحابنا نكمل بقى. محمد كمل يا محمود، كمل يا محمود. محمود محمود انا نفسي ما تقفلش المايك. ايوه نعم يا ميس. ايوه انت كنت بتعمل حاجه يا محمود ولا انت معايا؟ معايا معايا. طيب اقرا the second column هنا من اول behave. behave bigger community able disabled disabled disable awana owner owner. awana تمام حبيبة نعم read the first one. donut لا لا bird volunteer بس هو انا في اخر كلمة لا هنا هنا من اول هنا. volunteer donut دونيت والله دونيت لما نلاقي ايه زي الالف المد دونيت. دوني كنت ألف boarding school يس إيه ايوه لا actually صح. كرول كرول servant يس servant yes okay thank you 50 points. رهف okay behave bigger community and disabled disabled owner disabled disabled and owner. owner yes طيب تعالوا نحل مع بعض البوب كويز. محمد نمبر 1 محمد نعم answer number one
انكم فين؟ in the pop quiz. قنون Pop quiz. فين؟ هي هي the استنى انا استنى. ليه كلمات لن... حلو ماشي حلو حلها لأول واحدة. The what ماشي. works in someone's ده room. اول واحدة تبقى boarding school. لا اقرا الجملة يا محمد، اقرا الجملة. ماشي. ذا وركز ان سام اونس هوم Someone's home. someone's home. شايفين الأبوستروف دي؟ فاكرينها يا حبيبة ورهف محمود، الأبوستروف استت الملكية، يعني حد بيشتغل في بيت حد يبقى اسمه ايه يا ايوه محمد؟ دايما بيجار لا اسمه ايه يا محمد؟ بيجار مثلي لا مش واحدة. بيجر، يعني هو اللي بيشتغل مش متسول، اللي بيشتغل اسمه ايه؟ سيرفنت. ايه سيرو الآلية أخيرة. لا لا تاني واحدة سيرفنت اهي قدامك اهي شايفها ماشي سيرفنت. اوكي محمود نمبر 2. محمود ذا ذا اسكس بيبل فور اسكس بيبل فور اند فود اند ماني. هو ده بقى مين؟ يعني بيطلب من الناس اكل وفلوس، يبقى مين؟ مين يا محمود؟ هي حتى الكلمات فوق اهي. beggar. yes beggar اول واحد. تمام. حبيبة number three. the new the new space of the hotel changed changed its name and design. answer اول قصدي ايوه اونر صاحب الاوتيل غير اسمه، غير اسم الاوتيل وغير التصميم بتاعه، عمل له عمره يعني. ماشي رهف نمبر 4. you shouldn't be shouldn't be a cruel cruel with young children. cruel. yes cruel. cruel اوكي لو معاكم الكتاب حلو فيه. اوكي ما انا بحل فيه يعني. تمام. let's see lesson 3. math exams. قولوا معايا math exams. math exams yes math exam math teacher. math message محمد ومحمود قولوا معايا school books. school school books books للأسف الشديد. secondary school. secondary secondary school الثانوي بقى، لما تطلعي ثانوي هيبقى اسمها secondary school. انت دلوقتي في preparatory school الاعدادي. الابتدائي، حد يعرف الابتدائي اسمه ايه؟ يمكن grade. ثواني والله خدناها. انا فاكراها بس انا نسيها يعني هحاول افكرها جمع ماشي لحظة يس. محمد ومحمود معايا. beginning school لا برايمري. برايمري سكول. primary برايمري سكول. primary عارفة. بتاعت. اوكي ترينرز primary ترينرز اللي هو زي الكوتشي كده اللي بنلبسه عشان لو حد يعمل رياضة اسمه ترينرز. trainers فولي بول تيم. volleyball team identify. نعم identify identify. identify. identify identify يتعرف على، زي مثلا يبقى في حادثة فيجيبوا أهل الناس اللي ماتوا يقولون come to identify، تعالوا تعرفوا على يعني حد من قرايبهم، يتعرفوا على، انتوا فاهمين قصدي، فاهمين؟ يتعرف على. مثال وحش قوي اللي أنا قلته يعني، بس هي دي معناها، يتعرف على حاجة معينة، مش أتعرف عليكي يعني لسه بعرفك، لأ تفرق.
فاهمين قصدي؟ يعني دي حاجة قدامي أنا عايزة أتعرف عليها، حاجة تخصني ولا ما تخصنيش، دي اسمها identify، يتعرف على اوكي local. يعني هي مثلا من كل حاجة local ايه ايه يا حبيبة؟ سوري. من بقى بتحرك انها فاهمين قصد حضرتك وعاملين المثال وفاهمين كل حاجة. ماشي الحمد لله، انا بحس ان انا بقرفكم كل شويه. فاهمين فاهمين. طيب 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 local عكس local، ده antonym of local. international يا سلام، international برافو برافو، 50 points يا رب. thank you اوكي princess. princess. princess يعني مش دي ملكة princess لا princess مش أميرة يعني قصدي ملكه، princess يعني اميره، ملكه يعني ايه؟ جبته لنفسك كده، ايه قول لي بقى. queen queen queen. queen ملكة طب طب لو امير. a prince برنس، برافو برنس. طب ولو prince ملك؟ prince king كينج، king king برافو برافو the شاطرين. name king ذا لاين كينج، انت بتقراها في الكرتون. ماشي اوكي. دايد، died بصوا داي ده في البريزنت، انما الماضي بتاعها هنحط لها دي، دايد مات خلاص من زمان. هات تيتشر، مين اللي مات؟ هات teacher مين اللي مات؟ هي الكلمة كده يا محمد، يا ناس كتير ماتت يا محمد والله. ربنا يرحم الجميع. خلف غزة اه هات تيتشر، يعني ايه هات تيتشر؟ يعني هات تيتشر هاد تيتشر في مدير كلمة تانية، المدرسة there is another word we call it for the head teacher، في كلمة تانية بنقولها للهيد تيتشر. ها تيتشر مديرة سوري، احنا خدناها، احنا خدناها انا ما بسألكوش في حاجة ما خدتوهاش، او لو حتى ما خدتوهاش بقول لكم كلمات تاني جديدة. principal، برينسيبل principal يعني مدير مدرسة، ممكن نقول برضو manager مدير، بس بيبقى في شركة اكتر. دي manager مانجر دي في شركة اه اوكي. generous، generous he's a generous man، يا generous راجل كريم يعني بيطلع فلوس، بيعزم الناس على حاجات كتير، ما كريم يعني. رول، رول رول دي ممكن رول نقولها على رول حاجات كتير، حد ليه دور مثلا في المجتمع، he has an important role، حد ليه دور في مسلسل او في فيلم، ممثل، فهنقول his role، الدور بتاعه في الفيلم. تمام، فرول دي ممكن تبقى دور في مسلسل او فيلم، او دور حد في الحياة، او دور حد مثلا the role of your parents to take care of you، دور بابا وماما ياخدوا بالهم منك، فاهمين قصدي؟ يبقى دور حد معين yes يقوم بيه. كافيه 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 وقهوة، نعم قهوة قهوة يعني ايه؟ كافي كافي هزود لها ايه، انما كافيه، كافيه دي اصلا كلمة فرنش، عشان كده حاطين عليها الاكسون اللي فوق الاي دي، حاجة اسمها اكسون بياخدوها في اللي هيدرس بقى فرنساوي، لا فبنحط ميس انا متعقده منه من دلوقتي قبل ما اسمع عنه ولا حتى اعرف كلمه لا لا واحده منه والله لا لذيذ، لما بنحط شرطة كده على الاي اسمها اكسون، فلما نيجي ننطق الكلمة كافيه، صوم هي اسمها اكسون والله. هما اه كده كلها، بتستفزني اوي هي اه هما بياكلوا الكلام شوية انا الفرنسي. تقريبا هيكون اسمي غاف تقريبا بالفرنساوي آه هما يعني بيعملوا نفسهم لدغين، بس هما مش لدغين. اه ماشي. ريكومند او ريكومند، ريكومند اه ريكومند يعني يوصي، يزكي يعني هوصيك مثلا، آه لما امشي اطفي النور مثلا، I recommend you please to turn off the light when I go out مثلا، هوصيك بحاجة معينة. او ممكن برضو recommend، هي شبه برضو suggest، بس suggest يقترح اكتر، suggest يقترح. طيب جويستيقن سوري لا أول حاجة اوكي. directions يعني to go left right go straight، direction اه الاتجاهات. طيب بسرعة بس عشان الوقت، اقرا يا محمد the first column lesson 3. محمد miss read the first column، no read this cool read the يعني اقرأ أول عمود. ماث هنا أهي يا محمد، أنا بشاور لك تلات حزق ريادي ماث إكزام. ماس اكزام اه اللي بعدها ماس اكزام
ما معلم رياضيات ماس تيتشر Yes. سكول بوكس Yes. Secondary. سكندري سكول Yes. Thank you, محمد. محمود. Next يا محمود. 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 نعم عيش. The second column ها trainers. Here يا محمود. ترينيرز فيليبل تيم Identify identify local local تمام حاجة محلية ماشي حبيبة next تمام اللي بعدهم ولا اللي فوق لسه اللي هو لا السنسور lesson 4 تمام برنسس دي die جنريس اهي برنسس داي هي اللي بعدها بس هما قريتهم كلهم انا ما سمعتش غير برنسس وداي قولي اللي بعدهم معلش قوليهم تاني بجد a hand teacher هات تيتشر يس جنرس 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 يس اوكي راح ابقى رهف اوكي رو كاف رول كافي رول كافي ريكومند ايوه directions directions direction اوكي the past دي سهلين بقى meet met met feed fed fed meet feed met يعني met يطعم feed يعني fed feed fed يعني ايه يطعم لو عندي مثلا pet عندي dog or a cat بأكله ف I feed feed my pet bird او برضو الام لما بتأكل البيبي بتاعها she's feeding her baby بتأكل البيبي بتاعها طيب كل واحد فيكم بقى يقرا واحدة ماشي محمد طب خلينا المرة دي بقى نبدأ بالبنات نعم خلينا المرة دي ماشي يلا غير يا حبيبي أبدأ أنا very unkind cruel very unkind حد قاسي جدا رهف boarding school school where the students can lie can live leave all the time during school year بيعيشوا كل during الوقت the ايه school year في المدرسة طول ايام السنة تمام بس بيرجعوا في الويك اندز محمد behave نعم behave ايه رد الديفينيشن act or do something in a certain certain way لا certain مش certain certain way يعني يتصرف certain way بطريقة معينة في موقف معين تمام yes محمود beggar محمود محمود اريس نعم مس محمود انت بتغيب قوي قبل ما بترد الصوت بيكون بقطع مس في صوتك بيجي متأخر طيب اوكي read the beggar read the definition of beggar أبور a poor person a poor person away lives by asking other for people other people other people for other people for money or food. يعني حد فقير a poor person who lives by asking بيعيش ان هو بيقعد يطلب من الناس اكل او فلوس طيب I will read عشان بس الوقت بس ركزوا servant تمام a person حاضر who works in another person's house واحد بيعيش بيشتغل في بيت حد تاني cooking cleaning بينظف بيعمل الأكل community اللي هو المجتمع a small area and the people who live in it يعني مساحة أو منطقة بيعيش فيها مجموعة من الناس دي اسمها community disabled when someone can't use a part of the body in the way
most people can. يعني حد ما بيقدرش يستخدم بعض أعضاء من جسمه زي ما بقية الناس بتستخدمها. قلنا زي اللي مش بيمشي فمش قادر يستخدم رجله، تمام، مش بيشوف، مش بيستخدم عينه. not able to use part of the body well often after an injury or disease. اه لك ممكن برضو يحصل لهم العجز ده بعد ان هم اتجرحوا جرح كبير، مثلا عملوا حادثة مثلا، او جالهم مرض جامد قوي فيعمل لهم عجز. هم دول الناس اسمهم disabled. donate يتبرع. give something useful to a person or charity that needs help. هتبرع لإنسان أعرفه مثلا، أو أتبرع لجمعية خيرية لحاجة إيه يستفيد منها وتساعده. give money, food, clothes، ممكن ندي فلوس أو أكل أو لبس to help a person or an organization، عشان أساعد إنسان أو منظمة معينة أو جمعية معينة. pick up يعني يلتقط، يجمع. collect something from a place، هجمع كده حاجات، حاجات وقعت مثلا فجمعها عشان اشيلها مثلا فمن المكان. pick up. princess the daughter of a king or queen. princess دي بنت الملك والملكة. في حاجة مش مفهومة في ال definition؟ دايما بقول لكم ال definitions مهمة جدا، ال definitions مهمة جدا. طيب تعالوا No. كده، ايه اللي يعرف بقى يقول. انا هقول لكم the word and its synonym، هقول لكم الكلمة ومرادفها وفكروا في العكس. تمام. delicious means tasty. delicious Terrible. terrible. yes terrible or tasteless، يعني حاجة طعمها وحش قوي. 50 points يا إيران. طيب Okay. polite the synonym is respectful. عكسها I'm polite. لا مش un، هو احنا هنحط prefix but it's not un. I'm polite. impolite. برافو حبيبة. أي. اوكي 50 points. we can say impolite or rude. RUDE. طيب Okay. Rude. generous hospitable يعني حد كريم. generous or hospitable. عكسها بقى بخيل. حد يعرف ان ايه بخيل؟ Angelus, لا Angelus, لا I'm اللي his ممكن تكون كلمة جديدة عليكم. بخيل يعني he's mean. mean M E A N. مش mean مين يعني معنى؟ ما انا لسه كنت هقول لكم mean. لو adjective بوصف يعني صفة تبقى بخيل. I mean يعني انا اقصد. اوكي يبقى دي هنا verb. Okay. اوكي the meaning of يعني معنى الكلمة the meaning. اوكي دايما في على القطعة يعني هي لسه سمعت. ليها كذا، ليها كذا معنى. طيب لو عايزة أقول عكس able يبقى إيه؟ هحط لها إيه قبلها؟ ايبل من ضمن الكلمات ايبل اللي دي خدناها، ايش من ضمن الكلمات اللي خدناها able يعني ديسابل ما يقدرش، عاجز. أيوه disabled. يبقى ممكن عشان أحط طب فاكرين كده في كلمة تانية بنحط لها this to give the opposite. انا فاكرة Discard. يا ربي This kind. لا التانية مخرج unkind. honest and dishonest يعني description اتنين لا honest description ايه؟ يا لهوي يا رهف. مخرج يا ميس مخرج description يعني وصف. بحاول honest اقول يعني اي حاجة امين. يمكن تطلع صح. dishonest. honest يعني امين. عكسها dishonest. طيب عشان احول من الاسم الفعل beg اللي هي بي اي بي اي جي جي يعني ايه؟ يعني الشحاته نفسها الفيرب. طب عايزه اقول بقى المتسول يبقى احط اي ار beggar. beggar. طيب to change the noun to a verb احول الاسم الفعل الاسم owner. اونر هحط لها اي ار. اوكي اوكي ابداوا حلوا الاكسرسايز، حلوا اول خمسة قبل ما اجيلكم. تمام سامي سامي
Have you finished؟ انا حليت اول واحده لسه طب حليت. تعالى انا في نحل مع الرابعه بعض، دلوقتي، حلي انا تعالى في نحل مع الرابعه. بعض. ابدأي يا رهف. We can get the اوكي noun from the verb own by adding the suffix. ER. Yes, ER. تمام، ناخد بقى مرة ايه boy ومرة girl. طيب محمد number two. محمد طلع، محمد طلع. طيب محمود نمبر 2. محمود نعم يا مستر. نمبر 2. delicious and what have the same meaning؟ اي meaning ليهم نفس المعنى. delicious وايه تاني لسه قايلينهم؟ تيستي تيستي. مين عمل على فولنتير؟ لا تيستي يا محمود، تيستي فولنتير يعني متطوع. طيب رهف، رهف حلت. حبيبة to change the word abled to its antonym we add the prefix. This BIS. ايوه disabled. محمد جه؟ لا Okay. Rude and polite are antonyms. antonyms. yes محمود the opposite of the word generous عكس كريم. ايه محمود، محمود قفل المايك. طب محمد جه، محمد نعم يس can you answer number five؟ نكون فايف. اوكي the opposite of the world word word generous. generous 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 is is عكس كريم. generous كم دي لا دي، لا دي يعني حلوة. هوس. لا مش لا برضو مش دي. مين عارفين لو كان قايل لي عايز السينونيم كنت هقول لك hospitable، انما هي مين. اوكي مين السينونيم ايه، الانتونيم بي. تمام محمود معايا؟ نس يس. هو السنين من هو الآن السينونيم اللي هو المرادف، حتى كنت بقول لكم قولوا سينونيم سيم مينينج يعني الاثنين بالاس عشان تفتكروه. معلش يا بس تلخبط. الأوبزيت هو ال اسمه ده هو الأنتنم. يس سينونيم المرادف. أوكي تمام تعالوا نشوف الفرق بين disabled و the disabled و unable. طيب disabled يعني واحد عنده إعاقة في حاجة معينة، عنده عجز زي ما قلنا، مش قادر يمشي، مش قادر يشوف، مش قادر يسمع، يبقى دي إعاقة صح. That man can't use his hands well, he's disabled. واحد مثلا لا قدر الله إيديه مقطوعة مثلا، فبرضه he is disabled. وهنا disabled adjective صفة. أوكي يبقى disabled يعني واحد عنده مشكلة في إيه، في عضو أعضاء من أعضاء جسمه. جسمه. the disabled لما اجي بقى اقول قبلها the هيبقى مع رهف عندك بس هو ده صفحة كام؟ this is page 252. اوكي حركة تقولي ايه؟ اصلا كنت رافع ايدي عشان كنت هجاوب بس نسيت انزلها. اوكي يبقى disabled دي صفة، انما لو حطيت قبلها the يبقى بتكلم على المجموعة اللي عندها مشكلة او عندها اعاقة. the disabled الناس، كلمة the disabled يعني الناس اللي عندها اعاقة. have a private gate to get into the cinema، عندهم كده
بيدخلوهم من حتة معينة كده، مثلا باب معين عشان يبقى أسهل عشان يخشوا السينما مثلا. حتى ساعات مثلا الناس اللي عندهم the disabled، مش ساعات نلاقي الرصيف كده جنبيه حتة كده، حتة سلالم وحتة تانية، أو نطلع سلم مثلا، حتة تلاقيها حتة سلالم وحتة كده ما بتبقاش سلالم كده، ايوه، تبقى أرض تعزز كده عليها. منحدرة، عشان لما يجوا يزقوهم بالكرسي يزقوهم على طول، بيعملوا لهم أماكن معينة. فلما أحط ذا قبلها يبقى كده معناها بتكلم على مجموعة من اللي عندهم إعاقة. برضه خلي بالكم لما أجي أقول the poor the rich، the poor يعني الفقراء كلهم، the rich الأغنياء كلهم، فكلمة the لما بحطها قبل الناون يبقى دي كده بتكلم على مجموعة من الناس. ما الدرجة الوسطى ايه؟ سوري الدرجة الوسطى اللي هي بين الأغنياء والفقراء. سؤال حلو ده، ده intermediate level، اسمهم intermediate level. والله يا محمد حاليا ما بقاش فيه حلاوة وسط دلوقتي، يا كده يا كده في مصر بجد يعني. مبقاش في الدرجة الوسطى دي خالص. لا خلاص دي مشت خلاص. البتاعة بتاعت اللي هي اللي هو الناس اللي بتذاكر على كرسي عجل ده، كنت بتحرق على مرة وإيدي دخلت في الكوتش العربية، مرة ايه؟ كنت بتزحلق على اللي هي بتاعت كنت صغيرة شوية، كنت بتزحلق على اللي هي بتاعت اللي هي بيطلعوا من كرسي العجل ده، كنت بتزحلق عليها دي خطر. وقمت إيدي دخلت في الكوتش العربية، ما لسه بقولك دي خطر، خطر لو متعرفش ايه، وايدي بقى لسه تتزحلقي. المعلمة اصلا لحد دلوقتي. دي لا تتزحلق. ده انا وانا بتزحلق فيها اصلا طرت خالص، ما حدش عارف لي انا فين. المهم انتوا كويسين دلوقتي؟ انا مش عارفه بجد بس ايه يعني، مش كبرت خلاص تعلم بقى، راكتو بقى خلاص، كبرنا ما نعملش بقى الحاجات دي، احنا كبار خالص. دلوقتي المفروض يعني، استغفر الله العظيم على الكذب. ماشي انا ماشي. unable يعني ايه بقى؟ لا unable، unable مش معناها حد عنده عجز، لا. خدنا على فكرة قبل كده الفرق بينهم هما التلاتة، خلي بالنا disabled غير unable. unable يعني مثلا انا I'm unable to swim، انا مش قادر اعوم مثلا او اسبح. ليه؟ انا ما حدش علمني اسبح، ما حدش علمني السباحه، فانا مش عارف عشان انا مش بعرف، ما حدش علمني. بس لو اتعلمت ممكن يعني، ما تبقاش بسبب اعاقه، لا بسبب ان انا ما حدش علمها لي مثلا. she can't speak English، واحده مش عارفه تتكلم English، she is unable to speak English. يعني لما اقول she can't speak English she is unable to speak English، ما عندهاش القدره انها تتكلم English عشان هي ما اتعلمتش English. بس انا اقول I'm unable to speak مثلا Spanish or Japanese، انا ما اتعلمتش Japanese مثلا، ما اتعلمتش ياباني، فانا ما عنديش، مش ما عنديش القدره عشان انا عندي مشكله صحيه او مشكله في اعضاء جسمي، لا دي حاجه انا ما اتعلمتهاش. بس لو اتعلمتها، طب عكس بقى unable هتبقى ايه؟ ايبل هتبقى able بالظبط. يبقى لو قلنا unable ملهاش علاقه باللي عندهم مشاكل في جسمهم، لا اللي عندهم مشاكل في جسمهم اسمهم the disabled. اوكي اوكي تمام، في اي سؤال في الحته اللي فاتت دي؟ نو 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 محمود نيفر نادر معايا؟ محمود محمود نفسي محمود يرد عليا من اول. ايوه مش معاك. تمام، عندك اي سؤال؟ لا يا مش طيب let's يا see the بنت الجزمة. important expressions and prepositions. بيت بيت هواملك. محمد محمد turn off your mic، turn off your mic. ماشي مش okay work as، أنا أقول يعمل في وظيفة كي، يعني I'm working as a teacher، يعني أنا بعمل كمعلمة، يبقى هقول بعديها الوظيفة اللي أنا بعملها. He works as an engineer، هو بيعمل إيه؟ وظيفته ايه؟ ان هو مهندس، يبقى work as a doctor work as an engineer، دايما بيجي بعديها الوظيفة. اوكي left behind يعني ترك خلفه، he dead he was dead and left behind a very very big wealth or a very very big will، يعني واحد مثلا مات وترك خلفه ورث كبير مثلا، ف left behind. اوكي دي معناها ترك خلفه. اوكي behave well يا قلناها، يعني يتصرف بشكل ايه كويس.
behave like a princess. البنت دي she this girl behaves like a princess، يعني بتتعامل أو طريقتها أو تصرفاتها كأنها أميرة، بتتكلم بصوت واطي، بتمشي كده معتدلة، بتقعد بشكل كويس. دي نقول عليها behave like a princess. get lost، ضعت في الطريق، مش ضعت بقى يعني اللي هو ايه، تهت. تهت كلمة get lost يعني تهت. طب ممكن اقول lost برضو معناها ايه؟ متأخر انا قلت كلمة lost ممكن نستخدمها انه يتوه، وليها معنى تاني خدناه برضو، خدناه. last Monday مثلا في يوم من الآخر لا التانية lost، انما انا بقول هنا lost. lost. مش فاكر طيب فاكرين فيرب lose يعني يخسر؟ lose the match، خسر الماتش، lose. يبقى الباست بتاعه lost، الماضي بتاع lose ال o o s e، الباست بتاعه lost ال o s t، lose lost lost. طيب ماشي pass the exam يعني يعدي من الامتحان وإيه وينجح يعني. ask for money، ask for يعني يطلب، ask for money، ask for food، لما كنا بنقول على البجر اللي هو المتسول، ask for يطلب الفود and money. ask for directions، في واحد مثلا سايق ومش عارف الدايركشن، ف how can I go to the market، so I he asks for directions، بيسأل على ايه، اتجاهات، امشي يمين امشي شمال امشي ازاي عشان اروح. طيب pick up خدناها، pick يلتقط. up take off، pick up لما نبقى أو مسافرين الطيارة بتطلع بقى، تقلع الطائرة يعني تبدأ تتحرك وتطلع، تطلع في السماء. يبقى the airplane is taking off. طب ولما بتنزل عارفين معناها ايه؟ the فاكر airplane is landing. landing هي كلمة land يعني أرض، فاحنا بنقول عليها landing عشان هي بتنزل على الأرض. مش يبقى فلور مثلا لا مش فلور، لا لا، أصلي فلور بنقولها على الأرض اللي في البيت أو في مبنى، إنما land تبقى مثلا زي أرض المطار، أرض واسعة. تمام. take something off، take your jacket off، it's hot، اقلع الجاكيت الدنيا حر. يبقى take النقط دي هحط فيها مثلا jacket، اوكي اقلع الجاكيت اوف يعني ايه، اخلعه الدنيا مثلا حر، it's hot. cruel to the teacher is cruel to her student، يعني cruel to يعني قاسي على او اتجاه حد يعني، زي كده ايه، لما يبقى في مدرس قاسي زي بالظبط كده، قاسي على الطلبة، فنقول cruel to his students. اوكي polite to، polite to my parents يبقى مهذب تجاه، يبقى cruel to و polite to يبقى هكتب اتجاه حد معين. come out يخرج أو يظهر، appear، come out يعني يظهر، حاجة بتظهر. come into يدخل أو enter يدخل برضو. act out، act out يعني يمثل، he's acting out his ill but he's not ill، he doesn't want to go to school، حد بيمثل إنه تعبان عشان مش عايز يروح المدرسة، هنقول ايه، ايه he's acting out، act out. في اي كلمة في دول مش مفهومة؟ نو no. طب بصوا عليهم كده عشان اسألكم فيها، بصوا مين محمد بصوا عليهم يعني، بص عليهم كده، هقفل الشير وبعد كده هسأل. ما كل حاجة نحفظ مش حفظ يعني، انا بحاول اخليكم تحفظوا شوية قبل ما تمشوا، لما تيجوا تذاكروا تبقى الموضوع أسهل، بساعدكم يعني. ماشي بصوا عليهم كده، هديكم دقيقتين. طب عندكم ايه بعد ايه؟ ماشي لا انا مش عندي هم عندهم رياضة فانا ما باخدش رياضة معاهم بس هيسألنا على مثلا اللي هو الاوف والحاجات اللي off جنبهم دي او up او to، او مثلا هنا اقول الفيرب work فانت تقولي as left، تقولي behind. اوكي
انت عندكم اسم ميادة دلوقتي؟ ايوه مش بتاعت الرياضة؟ اسم ميادة بتاعت الرياضة. انا مش عارفه هما بيستحملوا ازاي يقعدوا قدام التليفون كل الاوقات دي. انت بتاخد انجلش وايه يا محمد؟ انا باخد انجليش ايش انجلش بس؟ يعني ايه المواد دي يعني باخدها؟ اه باخد انجليش وعلوم ودراسات وعرب يعني هي ال والدين كمان يعني، بس الرياضه بس. اوكي. انت شاطر بقى في يعني الرياضة. لو حد جاب لي 5 في 5 بكام ما اعرفش احلها. والله يا محمد ولا انا 25 ميس باين. كلها يا ميس جايبة كده معقد، بس خوف يا ميس تخش فتعقدنا كلنا دلوقتي. بس عشان ما يتهزقش بس عشان بس خلاص انا هسأل. انا ببقى نص شاطر. كانت حلوة يا ميس، كنت فاكرة وحشة كده برضه من زمان، بس بعد كده لقيتها حلوة. بس ميس ميادة حلوة، ان شاء الله ان شاء الله تستفيدوا منها. شرحها حلو بصراحة يعني. بقى طيب ميس ميادة. اللي يعرف يقول يلا cruel, اوكي. the one who knows just say cruel. رول اكجول جاست قاسي، ده احنا قلناها 50 مرة في الحصة. cruel يعني قاسي، اللي قلنا عكسها kind. المفروض kind نقول ايه بقى؟ تو يا مس، two yes يا حبيبة 50 points. لا انا قصدي ايه المطلوب. انتوا قولوا ال preposition اللي بعدي. مس yes انا قاعدة في الشات عشان انا بفضل عايز الكلمة 500 مرة في الاخر، بس معناها في الاخر خالص بعملها كتير قوي. انا والله لما بسمعها بقول والله انت صوتك يعني ساعات بيروح ويجي. طيب pick ايه؟ اب up. بيك اب برافو، اللي يقول يدي نفسه 50 points عشان محدش يزعل. come ماشي. يخرج يعني come ايه؟ يخرج او كم يجي. اوف لا مش لا كم out. كم انتو كم out. كم مين اوت قال كم out؟ مين اوت قال out؟ مين قال out؟ كم مش انا كم انتو في come into، بس come into يعني انا اقول يدخل، انما انا قلت يظهر. come out كم اوت يظهر، come into يدخل، مش مشكلة. طيب يطلب المال. هي يطلب المال. بالانجليزي ask تك for ايه؟ ايوه ask قلت for ايه؟ ايه؟ محمد ask for مش فاكر. money ask for money money. ask for money. طيب يجتاز الامتحان. يجتاز بيس exam pass the exam. برافو يا محمد. يضل الطريق بنقول ايه؟ lost. هي lost get the way lost get way lost get way get get. طيب lost يترك خلفه بنقول ايه؟ behind. behind behind will لا، لا قبل behind، behind قبل behind. left behind left behind. طب مين يقول لي what is left the present of left؟ left is the past of left لا ثواني left. left دي ماضي. ايه المضارع بتاعها؟ left leave. leave. والله جت في بالي ان انا كده هعك ساعتها خد بالك. ماشي. والله ممكن لما لا مكان من النتي انا عارفه ولا رهب دي بتيجي في اخر كام حصه كده الدنيا ايه. انا عارفه رهب. طيب دلوقتي هناخد بيج. بيج اعتقد ان كده بيج كده في حد بيكتب حاجه. مين بيكتب؟ ثواني ما كنتش شايفه. نكتب بقى الهوم ورك، واللي ما عملش الهوم ورك المره اللي فاتت يبعته ايه المره دي. محمد خد. انت طب انت مش على اي جروب يا محمد؟ لا يا مس أمنية قالت لما